المهمة أو الحاجة المهمة اللي أنا عايز أتكلم فيها، موضوع كان أثير خلال الفترة اللي فاتت عبر السوشيال ميديا وعبر قنوات الإعلام الرياضي، اللاعب مصطفى هشام. لاعب مصطفى هشام كان لاعب النادي الأهلي مواليد 2001. أقاويل كتير، اللاعب هرب من النادي الأهلي، اللاعب سافر احترف في أحد الأندية الأسبانية الدرجة الثالثة، اللاعب طلع بتصريحات قويه قال وانا داخل النادي الاهلي كان المسؤولين بيطالبوني ان انا ادفع فلوس علشان اكون موجود في التشكيله الاساسيه وبلع. ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ ايه الروايه؟ هنقولها لحضراتكم هنا من برنامج الاشبال. مصطفى هشام هو لاعب، كان لاعب في النادي الاهلي مواليد 2001، انضم للنادي الاهلي موسم 2016 2017. كان بيتولى القياده الفنيه في ذلك الوقت الكابتن محمد شرف. كابتن محمد شرف مسك فرقة 2001 حوالي 4 5 سنين، ما شاء الله عمل معاهم نتائج يعني كبيرة جدا. كابتن محمد شرف كان هو الأساس أو النواة في بناء هذا الفريق. مصطفى هشام انضم 2016 2017، وهستعرض مع حضراتكم دلوقتي بالأرقام مشاركات اللاعب زي ما احنا شايفين دلوقتي موسم 2017 2018. بعت لنا الأوراق دي إداري الفريق، ما كانش متواجد في ذلك الوقت موسم 2016 2017. مصطفى هشام ما شاركش ولا دقيقة في موسم 2016 2017. ده موسم 2017 2018 معانا الدور الأول والدور الثاني، أيضا اللاعب لم يشارك ولا دقيقة مع الكابتن محمد شرف، يعني النهاردة موسمين مع الكابتن محمد شرف لم يشارك فيهم اللاعب في أي دقيقة في المباريات في الدور الأول والدور الثاني. موسم اللي فات اللي كان مع كابتن أحمد سراج موسم 2018 2019، اللاعب أيضا في كل مباريات الدوري لم يشارك سوى 25 دقيقة فقط، 25 دقيقة فقط، يعني في 3 سنين، سنتين مع كابتن محمد شرف دور أول دور تاني في الدوري، وسنة اللي فاتت مع كابتن أحمد سراج لم يشارك في 3 سنين غير 25 دقيقة فقط. تصنيف اللاعب، أي مدير فني بيبقى عنده تصنيف أول وتصنيف تاني وتصنيف تالت. مصطفى هشام كان تصنيف ثالث بالنسبه للكابتن محمد شرف، وايضا التقرير الفني بالنسبه للكابتن سراج السنه اللي فاتت كان برضه تصنيف ثالث. كان بيلعب لعيبه كويسه جدا في مركزه طبعا. ده الموسم اللي فات 2018 2019، زي ما احنا شايفين الدور الاول لم يشارك اللاعب ولا دقيقه في الدور الاول. الدور الثاني هنشوف مع حضراتكم شارك فتقريبا 25 دقيقه. اللاعب النهارده بيلعب في مركزه لعيبه مميزه جدا، عندنا اللاعب شادي رضوان، عندنا محمود صابر ولعيبه كتير، فهو بالنسبه للكابتن محمد شرف بالنسبه للكابتن احمد سراج هو تصنيف ثالث في الفرقه، ودي ده شيء وارد في الكوره، كانت مشاركاته شبه يعني معدومه او مش موجوده. كمان الكابتن ربيع ياسين لما عمل منتخب مصر الشباب، كابتن ربيع ياسين عنده طبع النهارده وهو بيتفرج على كل المباريات ما بيجيبش اللعيبه اللي بتلعب بس، ممكن يجيب لعيبه كمان ما بتشاركش، يديها فرصه للاختبار في منتخب مصر، هو راح لمده يوم واحد بس، عشان الكابتن ربيع يشوف كل اللعيبه على الطبيعه، مش في انديتها، لا يشوفها في منتخب مصر. راح ايضا ما استمرش مع منتخب مصر، راح لمده يوم واحد في اختبار في منتخب مصر للشباب ولم يوفق ومشي من منتخب الشباب، فدي كانت رؤيه الكابتن ربيع ياسين، رؤيه الكابتن محمد شرف، رؤيه الكابتن احمد سراج. على مدار 3 سنين لم يشارك سوى 25 دقيقه. السنه دي في قطاع الناشئين كانت النيه انه ما يتأيدش او يتأيد قائمه ثانيه، وهو لعيب قديم. النادي الاهلي عرف ان هو عنده فرصه انه ممكن عايز يخرج، عايز يروح نادي ثاني. النهارده النادي الاهلي عشان يحافظ على حقوقه التسويقيه للاعب تم قيد اللاعب في القائمه الاولى. فالنهارده لما يتأيد قائمه اولى والسنه دي دخل في قائمة مباريات كانت على ما اعتقد قائمة الانتاج الحربي امام الاهلي، دخل مع النادي الاهلي ولم يشارك، اللاعب سافر احد الاندية الاسبانية وراح هناك، وزي ما احنا شفنا صوره وهو بيوقع وبيمضي العود. النادي الاهلي النهارده كابتن فتحي مبروك ولجنة التسويق بتحافظ على حقوق النادي، وده حق النادي الاهلي علشان حقوق النادي. لكن اللاعب طلع بتصريحات يعني انا شايفها قوية جدا. النهارده بيقول وانا على مدار 3 سنين في النادي الاهلي وانا موجود، او خاصه السنه اللي فاتت انا ما كنتش بشارك عشان كان المدير الفني او المسؤولين بيطالبوني ان انا ادفع فلوس علشان اشارك. ده كلام خطير جدا. النهارده لو الكابتن احمد سراج والكلام موجه
للسنه اللي فاتت، طب السنتين اللي فاتوا مع الكابتن محمد شرف والرؤيه الفنيه، طب الكابتن ربيع ياسين. وانا من هنا برضه من برنامج الاشبال وبنفتح الموضوع امام الناس كلها، مصطفى هشام لو عندك اي دليل، لو عندك اي دليل صوت او صوره تواصل معايا شخصيا وانا هعرضه هنا على شاشه قناه النادي الاهلي ونفتح الموضوع. واي واحد مدان ما ينفعش انه يكون موجود داخل صفوف قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وده كان كلامي ايضا مع الكابتن فتحي مبروك، لو قال في اي دليل لازم يقدمه فعلا ولازم يكون في تحقيق في الموضوع ده علشان نقفل موضوع صفحه مصطفى هشام والاقاويل الكتيره اللي كانت منتشره خلال الفتره اللي فاتت. نروح دلوقتي